مركز التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الإعلام والعلاقات العامة وضمن سلسلة نشاطات الجامعة، ويعتبر النشاط الأول بصفة مستشارة هيئة المرأة في العراق الدكتورة علياء عباس العقار. فتعتبر هذه الورشة أول نشاط للسيدة رئيسة الجامعة بعد تسلمها هذا المنصب. فتتفضل الدكتورة علياء بإلقاء كلمتها بهذه المناسبة. الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أرحب بالسادة الضيوف الكرام مع حفظ الألقاب والمناصب، وأخواتنا الزميلات الذين لبوا الدعوة بكل حال الصدد، وإن شاء الله تكون الورشة من الورش التثقيفية والتوعوية في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الاعتبار ضمن فعاليات هذا الشهر أكتوبر الذي يقام في العالم أجمع ضمن التثقيف والتوعية بالتشخيص المبكر لسرطان الثدي. ولكون من الأمراض الخطيرة، فارتأت أنه الجامعة التقنية الشمالية بمركز التعليم المستمر وبالتعاون مع قسم الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة بأنه تقوم بهذا النشاط من أجل توعية وتثقيف هذه الشريحة المهمة في المجتمع بهذا الموضوع. ونشكر كل من لبى دعوتنا من طب موصل من الدكاترة والأخصائيات في هذا المجال بكل رحاب الصدر، وشرفونا بالحضور على رحاب الجامعة التقنية الشمالية. وأيضا نشكر الزميلات الذين لبوا الدعوة، الست إلهام وأيضا العميدات من جامعة طب موصل، أهلا وسهلا بهم في رحاب الجامعة التقنية الشمالية. فاقرأ لجميعنا عراق شو